إنه موعد المعجزة السنوية لفيضان النيل. على مدى القرون ظل الإنسان كل صيف ينتظر الإله أوزوريس كي يجدد الأرض الجافة. الآن مصر تنتظر آخر فيضان. إلى مصلحة الري بالقاهرة من مصلحة منابع النيل في أديس أبابا. الأمطار الغزيرة قد بدأت. ارتفاع الماء عند مخرج بحيرة تانا السادسة هذا المساء 14/16. البعض ان النهر ينبع من الجنة، والبعض الاخر يقول انه ينبع، اخرون انه يتدفق من ينابيع الشمس. الآن يجري النيل الأزرق عبر السودان الشرقي مدفوعا بقوى آلاف العواصف والرعود الحبشية. عند الروسيرس ثم عند سنار في شرق السودان تصد حوائط من الحجارة أول جريان عظيم للنيل الأزرق، ثم توزع قناتان من صنع البشر المياه الغالية المنحدرة من ينابيع الشمس في شبكة من القنوات طولها 9000 ميل. الفيضان المنظم الذي صنعه البشر خلق من الصحراء مساحة من أكبر المساحات المروية على سطح كوكبنا، وليس الفيضان القديم للنيل. لقد عرف القدماء متى يأتي النيل، بل حددوا الساعة، ولكن لم يعرفوا قط أي كمية ستكون متاحة لري حقولهم. رسائل من شرق السودان تنذر الخرطوم أن أعلى فيضان في هذا القرن يتدفق من الحبشة. أنباء الفيضان المقبل تنقل من الخرطوم ساعة بساعة لمهندس الري المنتظرين على شواطئ النيل. وهكذا عند الخرطوم
يصب النيل الأزرق المتدفق في النيل الأبيض الثابت، تحدد مقاييس النيل نبض الفيضان المقبل في النقط الرئيسية.